معرفش كم واحد خد باله من الموضوع اللي انا هحكيه دلوقتي دوت، انه الوقت اللي فات بقينا بنتباهى مين فينا مشغول اكتر، والحياه بتجري وزحمه 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 وزحمه، وبقينا بنتنافس مين حياته ازحم من التاني. بس الوقت اللي فات دوت حاسس ربنا بيعلمني وبياخدنا في سكه انه غصب عننا نقعد في البيت، وغصب عننا ان احنا محتاجين نرتاح، وكانه بيشاور على حته مهمه قوي، اهميه الراحه، نعرف نرجع لحاجات بيزكس قديمه اسمها ان احنا نتامل، ان احنا نقرا، ان احنا نتعلم، نستثمر في العلاقات القريبه، ان احنا نكبر ونكبر من حياتنا، نتعلم مهارات جديده، نقف نكلم الناس اللي مش ملاحقين نكلمهم، نقف نقرا الحاجات اللي مش ملاحقين نخلصها، نخلص الواجبات والحاجات اللي علينا اللي كل يوم بنشوف حجمها ونتاخر. وحاسس الراحه فاليو مهمه قوي ما بقيناش نقدرها في مجتمعنا، والوقت ده وقت الكورونا ومن اسبوع وقت الاعاصير، الوقت ده هو ده الوقت اللي كانه بنكبر فيه ان احنا نرتاح. قصه ايليا، ايليا كان خارج من حاجه عظيمه جدا انه تخلص من انبياء البعل، وكان عامل حاجة تعتبر كبيرة قوي 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 مؤثرة يعني. وهو بعد ما عرف كده إيزابل كانت بتطرده وبتهدده انها هتموته، ومن خوفه ومن كأبته وقع في الارض وقال يا رب خدني، وكان وصل لحتة انه مش قادر ومضغوط. وربنا لما هو عمل كده ما جاش على طول وهوب راح مكلمه وقعد يتفاعل معاه ويقول له مالك يا إيليا وكده. ربنا بعت له ملاك، الملاك ده واتسنده بأكلة، بعدين نام إيليا وملاك صحة تاني وسنده بأكلة تانية، وبعدين الأكلتين دول ادوله القوة والطاقة انه يعرف يمشي علشان يتقابل مع ربنا. لو انت عايز تتقابل مع ربنا في حياتك، القصة دي بتقول جزء كبير من السكة في المقابلة هي انك ترتاح، فتعرف تركز وتظبط الموجة بتاعتك صح على ربنا، واستمتع بالوقت اللي ربنا بياخدني فيه في الراحة. ولو انت بتتفرج على الفيديو دوت وزي ما تعرفش ترتاح، حب اقولك جرب، صدقني مفيدة، صدقني هتدي لك انطلاقة وهتبدأ سيزن جاي يمكن ربنا عايزك مجدد قوتك فيه. لو ما ارتحتش كويس مش هتعرف تعمل